السلام عليكم، كديرين؟ معدكم باس يا حبيبي يا عائلتي يا اهلي. مش كل الصباح صباح عليكم، راه الوقت ما طلقنيش اليوم. عندي نياتي من المدينه قالك والو، درنا خبيزه اليوم غنشاركها معاكم. محمد حسن يشارك معاكم اليوم خبيزه، باقا كلها ما كبرتش، هذيك الكبيره غنديرها وخا ديال الشعر كبر هاو نشاركها معاكم. باقي ما كبرش كلشي، باقي ما كبرتش. نعزو عليك الكبيره، ديك اللي هي كبيره بحال كوا غليظه بدات تغلاض، قال لنا نديروها والاخرى تكبر. هي موجوده غير هي باقا ما كبرتش، باقا ما كبرتش كامله. عاد شوف ولد ماما اللي ما كاديرين اش غيدير ان شاء الله. ها هي البلاصه فيها كبار. كنبغيكم الحسنيه بطبق ندير لكم البقوله اليوم. كي اللي كيقول لها الخبيزه، كي اللي كيقول لها البقول. اختي حنا حنا كنقول لها الخبيزه ياك. كلو تعرف وكلو تعرف كي طيبه. كلي سلقه كلي فورها فورها كم اللي كتفوريها كيبقاو فيها الفوائد ديالها كاملين. الفوائد ما ديرش ما تبقاش مابقاش الماء بصح البخار طلع معاها. دابا هادي فتيه صغيره سي الصراحه كتبان زوينه زوينه. دابا شتي غتولي الجرنينة ان شاء الله. هي غادي هي طيب، هي طيبة معاها. اه هي طيبة معاها. هادي شوفي هادي عندي تبارك الله. لا زوينة بصراحة. زوينة ونقية. كبيرة مدورة السلك هذا في الجرايدة. هاد البلاصه علاش ناضت فيها بزاف؟ حيت وقيله كتسقى، داكشي علاش. هادي كنسقى في الصيف. داكشي علاش. ما الاخرى باقا صغيره. باقا صغيره، باقا صغيره. هادي دابا تيكبر. باقا صغيره. البلاصه ديال السقا هي اللي كبرت فيها. هي اللي كبرت. باقا صغيره، دابا كلشي كبر، دابا مع حيت ليالي مع السر. باقي مالك الرضيع. تبارك الله توليه. وين نيجي؟ تاتا كنديرو مع داك هادي خبيزه داك السلك نديرو معاه. لا هادي بالتاتا. غاتمشي تجيبي لها شويه سلك ولا طيبي لينا؟ لا هادي بالتاتا. انا ما نايتش عندك. لا ما نايتش انا عندنا بعد يا خبيزه. ماما مع الزرع ومعاه. غير الكركا نايضه، غير الخبيزه ما نايضاش. الخبيزه هناك هذاك محرم كيرد فيه مع الزرع. نزيدو راه حتى هي ملي كت هي كتدير ما كت ترفع بقردي الزيت ما كتفوريها صافي كت كنهز العال الكبيرة مدينة. الزر خلي تغلاط تاني وداكشي. ندير معاها خياطة، ندير معاها خياطة سيدة صح. بطاطا بطاطا مقطعة خبيزة و
واحد البلايص راه يتبع السلك انا غنمشي نجيبوه ما عنديش تم. ايوا سادير هما شوفوني انا غنمشي نجيب السلك ونقرب ديك الخبزه تاع الخبيزه ونشاركها مع صحاباتي وحباباتي وعائلتي وكل من يتفرج فيا. هو هذا باقي ما كبرش باقي ما كبرش دابا غيدير يدير ديك العشره الوسطانيه ديال مارس غادي يدير العشره الوسطانيه واخا دابا ما كبيرش باقي طري باقي زوين زوين دابا طري وراه حاجه احسن تكون طريه الشمية وقاف حتى لمارس هذا يدير العش الوجه ويدير راه هو بالي لهي كبير شويه هذا باقي زوين هذا شبه ولا تبارك الله شبعت ما ورطابت خير ربي عطا نقيو نغسلو مزيان من التراب مزيان هذا فقرة الدم مزيان نلعبو السكرية مزيان بصح زوين هذا مزيان أصلا أي حاجة خضرا مزيانة فقرة الدم فقرة الدم اللي عندو فقرة الدم اللي عندو السكر مو ما حد وقته هذا بنادم ما حد وقته صح استغل الحين موجود عندنا هنا في البلاد عطاه الله تبارك الله الله خير مولانا كل شيء عندنا موجود الحمد لله الله يدوم بخير وخير هادشي اللي زوين في العروبة زوين في البادية البادية كل شيء تبارك الله فيها موجود الخبز تعرف واش نقي تعرف واش ما نقيش هذا والله باقي سير الله يسينو ما بعد تبارك الله يشبه ثاني عقب يعاود لي كل شيء عندنا مول خص عيد جياتنا هذا الشيء كافي لا نشوف دابا هادشي يتنقى ويتغسل نمشي نفركو نعطيه فركة ونشفو وعاد نقردو مع الخبيزة ايوا مزيان وصحاباتي وحباباتي دابا نشوف شنوعيهم دابا ربعا النوار تبارك الله خير منك في النوار يا حياة المو الحسنية في البلادية مهمتكم الحسنية تابعوني بس بس سوي الدار فيها درس سخلة كانوا والدينا فوري الكسكسو كيجي زوين الكسكسو بالحليب ديروا الخبيزه ويديروا واحد النبته كتكون حميضه ها هي ها حتى شي نهار دير لنا شي كسكسو نيت بلدي نيت ديال هذه هذه حميضه كان يديروها والدنا هي وهاد الكس هي وهاد حميضه ما دارش مع ما دارش مع الخبيزه ما دارش مع الخبزه كان باقي ما تكبرتش ايه كانوا يسديوه بالحليب كان الحليب موجود وعندهم البقر وعندهم السمن مملح ويديروا ديك الوالده الله يرحمها مسكينه وكتسقي لنا بالحليب ونتعشاو به ولا نتغداو به راه شوف هو الاول خبيزه نقيه انت شتي التراب حيدي منو التراب حيدي منو التراب نعطيه غاسل نحيد منو التراب هذا نفس الخبز اللي عندنا تحك مزيان من التراب باش ما يجيش يتخرزز كيديرها مش درينا كي زرعوها السبانخ كيزرعوها هذا بلدي هذا وراه بصح راه السبانخ كتزرع وهذا بلدي هذا بلدي كيزرعوها قبيطه
هذه البن. ماما استلجك اسوقتي مع البيجام. كيستلغتك البيجام. لا كيستلك البيجام. دايرنا داكشي اسوقتي. منورة بالغوص. والله دايرة لنا كيستالكي كي البانيو كي البيجامة كي. تبانيني منورة. آميلي. هاد المرة عندك تزلقي. غسلتها وجيت غسلتها هو السوا السلك غسلته وهو غسلته مزيان حيت باقي مداش العش لوجه كيفرج في الارض باش يدير يهز التراب شتو فركتو مزيان توا غنديرو مع الخبيزه هذا راه الفوائد ديالو راها مليق لفقر الدم مليق لوليدات ليبولو يليق لاي حاجه يليق يداوي هذا السلك هذا ولكن غندير لكم عليه حلقه خاصه دابا ها انا غسلتها غنطيح مقرب بسم الله سنيها مزيان من التراب سلكتها مزيان وغنقردها ونفورها غنوريكم الطريقه ديالها دابا كاين اللي كيسلقها انا كنفورها باش ديك الفوائد ديالها ما كتمشيش كيطلع مع البخار تطيب عاد نوريكم كيف بدي نديرها السليق لا السليق كت داكشي كلشي يمشي في فوائد كلو تمشي في الماء تابعوا معايا غادي نوريكم كيف ندير كنفورها صغيره بقى طريه مثلا شافي له والو طريه زوين واش خلطتي معاه من غير السلك السلك بوحدو درت معاه ابو حمو ها هو ها توا زوين هذا وكان بعد تكبر شويه هذيك قرجيجه قطيدينا نوريها ليهم حميضه اي حاجه كدير مع باللعمان توا غادي نطول نوريه ليهم توا لي كل الدراري اللي فيهم طرويحه اللي فيهم داك بشويكه بحال بوحمرون توا كيطيبوه ليهم وان شاء الله الحق ندير لكم ان شاء الله ندير لكم الحسوه بالخياطه وباللعمان بالشندقوره تلقى نشاركها معاكم تلقى تلاق مزيانه في هذا البرد الديت كتصاوب الديت كتسخنها تعطيها السخونيه دي في الحلبه حب رشاد بالنعمان شندقوره الخياطه نوريكم تاي الطريقه ديالك ديروا ليها ان شاء الله دي اي حاجه خبز اي حاجه درتيها مع زين كلشي الربيع خبزه تفخرت ها هي تعالوا معايا نوريكم الطريقه ديال اللي عطيها هذه راه معطيشه عاديه حكيتها دابا انا غندير التومه بسم الله لو شحال بغا يدير تاع التما كيدير ربع دروس كاين اللي يدير خمسة كاين اللي يدير سيا مزيانة للبرد توما مزيانة مع خبيزة مزيانة في هاد البرد هذا حامض عندي على الحامض العادي ما عنديش حامض مصير ندير الحامض العادي هاو هادي هريسة هادي هريسة اللي ما يبغيش حار بزاف
يدير معلقه اللي بغى يدير الحار يدير يزيد يدير اكثر من معلقه. هذا الزيتون مقطع الزيتون عندي بالزيتون والزيتون مزيان فيها زيتون. هذا زيت العود كله تا هو اللي بغى بزاف زيت العود كامون هي سرة كامون والثومة وزيت العود والحرور. هادي مطيشة ديال الحك اللي بغا يدير مطيشة عشاق جوج وكلو هذا البزار. هادي الحرور بغات اللي ما ياكلش الحار ما يديرش البزار كاع يخلى الحرور اللي ما ياكل كياكل الحار يدير. جبانه الملح كي اللي يبغي الملح بزاف كي اللي ما يبغيش كي ها. دابا كديري داك الشيء العطريه على حسب كل واحد وشحال انتي طيبتي على حساب الخبيزه شحال الخبيزه بزاف طوب العطريه ما كانش خبيزه بزاف غدير كل على حساب جوج في الدار ولا ثلاثه في الدار نقول حيت عندي بنياتي قويت قويت العطريه اللي ما عنده جوج ولا ثلاثه في الدار يدير على قياسه دي طيب دي طيب الشيء هادشي طيب ماشي طيب هذا تخوي عليه الخبيزه الخبيزه طيب هذا خويا الخبيزه انا نوريكم دابا غير طيب العطريه هاي درتها خويا عليها الخبزه حيت الخبيزه فوقها مزيان طيبه مزيان ها طايره مزيان ها عادي غنخويها كنبقى نحرك فيها نحرك فيها تشوف العطريه ونقدمها لكم بالصحه والرايحه. انا نخلط مع الخبزه بسم الله بسم الله بسم الله ديروا واخا تجالبت العطريه بعد تخلطوا ردوا شويه كطيب باش هذيك العطريه كتشرب الخبوزه كتشرب العطريه. ريحتها زوينه تبارك الله شهيتكم فيها تكون وحدايا ومصاوبها ليكم المشاهدين ها خبيستي خبيستنا طابت وشلت وحم تسمح لي وشكرا كل من متابعني كل من يتفرج فيا شكرا 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 بالسلامه.